تاريخيا هيستوريكلي سبيكينج يعني من هو اللاعب الذي ترشحه كافضل لاعب في القاره الافريقيه اه في التاريخ الماضي واو لدينا العديد اذا تحدثنا عن العديد من اللاعبين سعد الكثير من اللاعبين حسن طبعا ومحمد صلاح في, افريقيا, في أفريقيا يوجد العديد جوية ويا أه ليميلاج جو صامويل ايتو طبعا العديد العديد, العديد, العديد عديد عديد افريقيا تمتلك العديد من المواهب المواهب الرائعه وحتى وانا في غينيا انا ارى ان يوجد العديد من المواهب هم اللاعبين هم الافريقيين لديهم المهارات لديهم المواهب التي يجب العمل عليها ما اتمناه هو اللاعبون الحاليين ان يذهبوا بعيدا وان يذهبوا الى مراكز اكبر. وطبعا لا يعني ننسى باي حال من الاحوال رابح ماجر طبعا الاسطوره الجزائريه وهذا يعني الفريق 1982 الذي دخل يعني مونديال 1982 كان قدم اداء رائع جدا.